استقبل البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوصية وزير الموارد المائية والري هانس ويلم ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، وذلك لبحث تنسيق الجهود للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق. وأعرب بابا الإسكندرية عن استعداد الكنيسة الكامل للمشاركة في دعم كافة الفعاليات التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين، وأكد وزير الري أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة للتوعية في الأول من نوفمبر المقبل بمشاركة عدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الكنيسة المرقصية لدعوة المواطنين لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.